نشهد على مناورة تجريبية لحادث جسماني. المحاولة من المناورة هذه من أجل إعطاء جميع المعلومات أو أخذ جميع المعلومات من جميع المتعاملين من الحماية الميدانية، من الشرطة، من الولاية، من المتعاملين الداخليين، هي مجموعة من الصدرام والسيطار. كنا في عين مكان ونظمنا هذه المناورة قبل ما يدخل إلى الخدمة للترامواي، نظرا انه راح يدخل داخل البلاد والمواطنين راح يكونوا بكثره بالك يركبوا في هذا الترامواي، وبالتالي سبقنا بهذا الحدث.